السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يوسف محمد من قناة جانج تريفر، ومعانا النهاردة فيديو خطير، فيديو رهيب، فيديو هيكسر الدنيا بدون تطبيل يا جدعان. الفيديو ده للمبتدئين اللي هم عايزين يكسبوا فلوس بسرعة. يعني لو انت عايز تكسب فلوس بأي طريقة سريعا بدون ما اطول عليكم زي الفيديوهات التانية يقعدوا يقولوا لك اعمل شير وسبسكرايب يا جدعان، مش عايز اي حاجة يا جدعان. انتوا لو استفدتم من الفيديو ده بس انتوا يا ريت لايك وسبسكرايب. طيب كده دلوقتي انت بتلعب جوب، هوريها لكم دلوقتي. تخش على اونلاين، تخش على جوب، بلاي جوب، روكستار كرييتد، تخش على ميشنز. ولو ما تعرفهاش هي بلو اب 2، اللعبة حلوة جدا، لعبة سريعة، لعبة لو انت بارع في اللعبة وبقيت احسن ممكن تخلص اللعبة في دقيقتين او ثلاث دقايق. بتدوس على بلو اب 2 تعمل لانش سيزون. نرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم مرة تانية. يوسف محمد من قناة جانج تريفر. طبعا ازاي تكسب بسرعة البلو اب 2 هشرح لكم الفيديو بالتفصيل سريعا بدون ان يطول عليكم. اول حاجه عندك الديفيكولتي، خليه هارد. هي مش هتبقى صعبه بس هي بتبقى هارد، بيعمل لك بدل ما بتكسب يعني واحد وربع بتكسب واحد ونص، يعني بتبقى فلوس اكتر وار بي اكتر، عشان تعلى اكتر يبقى معاك فلوس اكتر. الكاميرا لوك طبعا بتبقى عادي، كل حاجه تانيه عاديه، مفيش اي حاجه. اهم حاجه بس يبقى معاك ستيكي بوم، اهم حاجه بس يبقى معاك ستيكي بوم. بعدين تعمل كونفورم للسيتنجز. طبعا انت مش هتحتاج ناس معاك، انت ممكن تعمل لها لانش لوحدك. طبعا لو انا دلوقتي هعملها لانش لوحدي مش هدعي حد معايا، ونصيحه مني يعني اعملها لوحدك لان انت لو جبت حد معاك ممكن تكسب بقال. دلوقتي هعمل لانش للسيزون وارجع لكم مره ثانيه لما اللعبه تبدا. واللعبة بدأت دلوقتي، انت بتطلع بره بيتك. سوري، طبعا انا هخش الجراج الاول، بختار عربية. طبعا انت مش ضروري تختار يعني عربية، انت ممكن تسرق اي عربية لقيتها قدامك، بس انا اسرع لي ان انا اخد حاجة من عندي من البيت اسرع. بتلاقي اللوكيشن معمول قدامك. طبعا انت كل اللي انت بتعمله ان سيميون بيطلب منك انك تروح تفجر عربيات لي، وفي الاخر بيديك 10,000 او 11,000 او 12,000 على حسب سرعتك، على حسب اللي انت بتعمله يعني ادائك في اللعبة. فبتروح للوكيشن اللي هو عامله لك سيميون. طبعا هو اللوكيشن مش بعيد قوي ومش قريب قوي، يعني هو متوسط تقريبا. انت اللي عليك تعمله انك بتخلي العربيات جنب بعض وبعدين تفجرها، وبعد ما تفجرها هما بتاخد عربيتك وبتروح. بعدين بتكلم ليستر عشان بيكون في شرطة وراك، بيبقى عليك قواضي، فانت بتكلم ليستر بيشيل من عليك القواضي كلها. وبعدين انت بتروح بقى لسيميون تاني عشان تقبض فلوس. طبعا يعني مش بتحتاج اي وقت، لو انت بقيت بارع في اللعبة وبقيت سريع في تفجيرهم بسرعة. طبعا هو ده موقف العربيات. اخلي طبعا انت عليك انك تسرق عربية وتوديها لسيميون. العربية الصفرة دي دايما في بلو اب 2 هي العربية الصفرة دي بس اللي انت بتسرقها. تطلع بالعربية وتحطها بره بس كده، تجهزها بره عشان تعرف تطلع. وبعدين تروح تاخد السيارات ديت تصفهم جنب بعضهم. طبعا تحت بيقول لك ديستروي كارز، بيقول لك دمر السيارات كلها. ما تقدرش تاخد اي واحدة تانية، هي لازم الصفرة والباقي كلهم لازم يتدمروا عشان تقبض فلوسك كاملة.
السيارة. ليه أنا بخليهم جنب بعضهم؟ عشان ما تستهلكش تشيل جم كتير. فقط بس جم جنب بعض. بعدين باخد ستيكي بوم زي ما انتوا شايفين وبحط ثلاثة او اثنين. انا احط ثلاثة بس، واحدة هنا واحدة هنا وواحدة هنا بس كده. وبعدين تروح تاخد العربية بتاعتك المفروض تاخدها. وطبعا في السهوم بتدوس على السهم الشمال عشان يفجر لك العربيات كلها. بعد ما ينفجروا كلهم بيكونوا راكب بوليس. هو حاليا بوليس مش موجود، هتشوفه دلوقتي هيجي. بيقول لي تحت لوز ذا كوبس، تفتح تليفونك بتروح للكونتاكتس، تطلع فوق بتروح ل ليستر. ليستر تحت هنا، تكلم ليستر. طبعا ليستر هيقول، بتقول له ريموف ذا وانتد ليفل، تدفع لها $600. بس حاول انت ايه ما تدفعش، ما تضربش اي عربيات تانية من البوليس عشان ما يجروش ورا التاني، فتقدر تدفعش. بتوصل السيارة للوجهة المحطوطة عندك في اللوكيشن. وبعدين سيميون بيديك فلوسك المستحقة ليك. طبعا ما بتاخدش اي وقت كبير، خلصت بسرعة ان شاء الله. طبعا لعبة ولا اروع، لعبة عليها الريتنجز عالية جدا، فمعروف ان هي لعبة من احسن الجوبز اللي ممكن تعملها في جي تي عشان تكسب بيها فلوس بسرعة. طبعا بتوصل هنا بس خلاص، المفروض سيمين بيديك فلوسك دلوقتي. دلوقتي هنشوف كسبنا كام. ميشن فاست تكسب 15 جي بي، 9600 و1785. طبعا المرة دي 9500 عشان انا عملتها بسرعة. كل ما مدتك زادت في اللعبة كل ما انت بتكسب فلوس اكتر. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، واتمنى لكم انكم تكونوا عجبتوا بالقناة، وياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتعرفوا اصحابكم، ولو عندكم اي اسئلة اكتبوها داون في الكومنت. و peace out.